لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك، إذا مجوس من المشرق جاءوا إلى أورشليم قائلين: أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. فلما سمع هيرودس الملك الطرب وجميع أورشليم معه، فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسألهم: أين يولد المسيح؟ قالوا له: في بيت لحم اليهودية، لأنه هكذا مكتوب بالنبي: وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست بصغرى في ولايات يهوذا، لأنه منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. حينئذ دعا هيرودس المجوس سرا وتحقق منهم زمان النجم الذي ظهر، ثم أرسلهم إلى بيت لحم قائلا: اذهبوا وابحثوا بالتدقيق عن الصبي، وإذ وجدتموه اخبروني كي آتي أنا أيضا وأسجد له. فلما سمعوا من الملك ذهبوا، وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف حيث كان الصبي. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا، وأتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع مريم أمه، فخروا وسجدوا له. ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له قرابين ذهبا ولبانا ومرا. ثم إذ أوحي إليهم في حلم ألا يرجع إلى هيرودس، ذهبوا من طريق أخرى إلى كوراته. كل سنة وأنتم جميعا طيبين. بنقل إليكم تهاني قداسة البابا والكنائس الشقيقة، وأشارك بوجود سعادة السفير. الأول نسمع الرسالة بتاعة سيدنا البابا موجودة بالعربي مترجمة بالسويدي للأولاد اللي مش بيعرفوا عربي، ممكن نعرضها في الأول. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهنئكم بالعام الجديد 2018، وأهنئكم بعيد الميلاد الجديد أول الأعياد السيدية التي نحتفل بها في كل عام. أقدم تهنئتي إلى الجميع، إلى كل الأباء المطارنة والأباء الأساقفة، الأباء الكهنة القمامسة والقصوص، إلى كل الشمامسة والخدام والخادمات، إلى أعضاء وراخنة مجالس الكنائس، وأيضا إلى كل الشعب القبطي المسيحي في كنائسنا المنتشرة عبر الأرض في كل مكان في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأيضا في أفريقيا وفي آسيا وفي أستراليا. أهنئكم جميعا بهذا العيد، عيد الميلاد المجيد. وعيد الميلاد هو بداية جديدة نحتفل بها في كل عام. نتذكر في الخليقة الأولى عندما خلق الله آدم وحواء وأوجدهما وبدأ بهما حياة طيبة، كان يتمتعان بالحياة مع الله، وعاش هذه الحياة النقية الجميلة. ولكنهم عندما دخلت الخطية إلى حياتهم تفككت العلاقة القوية التي تربطهم بالله، وصار آدم خائفا ومختبئا، وصارت حواء بالمثل وطرد من أمام الله. وعاش الإنسان وتكاثر في الأرض بحسب الوصية، وامتدت الشعوب والأجناس والأمم في
الأرض في أماكن كثيرة، في أفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا، سام وحام ويافس. وانتشر الإنسان وانتشرت معه الخطية وانتشر الصراع وانتشرت الجريمة وانتشر العنف، وصار الإنسان في حروب مستمرة، سواء حروب داخلية أو حروب خارجية، ونسمع عن الصراعات الكثيرة جدا في العالم. ونعود فنتساءل، ما هو الحل أمام هذه الصراعات؟ كيف يواجهها الإنسان؟ الواقع أننا في قصة الميلاد يمكن أن نجد إجابة على هذا السؤال، والإجابة على هذا السؤال تتمثل في أن الإنسان يجب أن يعيش في فكر وروح مرحلة الطفولة، لقد جاء السيد المسيح مولودا في بيت لحم اليهودية، رضيعا صغيرا وطفلا وصبيا، وفي كل مرة نحتفل بالميلاد نحتفل بالطفولة، ويمكن أن نقول أن الطفولة هي مفتاح الحل. كيف؟ طبعا لا أقصد بالطفولة الأعمار الأولى في سن الإنسان، ولكن أقصد روح الطفولة والروح التي نجدها في كل طفل. ربما في الأيقونة التي تجدوها بجوارنا، أمنا العذراء مريم بملابسها الزرقاء التي تعبر عن السماء الثانية والنجوم الكبيرة الموجودة على هذه الملابس التي تعبر على بتوليتها قبل الميلاد وأثناء الميلاد وبعد الميلاد، وهي تحتضن هذا الرضيع الطفل الصغير مولود بيت لحم، وتجد أنه مقمط بأقماط تشبه الكفن، فهو جاء ليموت وليقدم نفسه عن العالم كله. وتجد بجوار المزود تجد حيوانين يمثلان اليهود والأمم، وفي نهاية الصورة تجد صورة للخروف الذي كان يقدم كذبائح، التي كانت تقدم كذبائح رمزا على الذبيحة الدائمة، ذبيحة وصلب ربنا يسوع المسيح من أجل فداء البشرية. ونجد الصورة تتمتع بظلال الليل حيث كان ميلاد ربنا يسوع المسيح. الطفولة مفتاح للحل، والطفولة بصفتها وبروحها، حتى أن الكتاب المقدس يقول أن ربنا يسوع المسيح يعلمنا في متى 18، إنجيل معلمنا متى إصحاح 18، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال، مثل الأولاد الصغار، لن تدخلوا ملكوت السماوات. كيف نرجع؟ الرجوع يكون من خلال الصفات التي يتمتع بها الأطفال، وهذه الصفات نجدها في شخصيات كثيرة في الميلاد. إن نظرتم معي إلى صفة البساطة التي يتحلى بها الأطفال، سنجدها واضحة جدا في الرعاة البسطاء الذين كانوا في البرية والبادية يرعون قطعانهم، وظهر لهم الملاك وأخبرهم بالبشرة السعيدة. والرعاة لا يعيشوا في مكان واحد، يتنقلون من مكان إلى مكان، ولكن ما يغلف حياتهم هو البساطة، في ترحلهم، في مأكلهم، في مشربهم، في سكناهم، البساطة هي كل شيء. يحتاج الإنسان أن يعود إلى البساطة. الأمر الآخر الذي نجده، الأمر الثاني الذي نجده في أحداث وقصص الميلاد، القديس زكريا الكاهن وزوجته إليصابات، كاهن، نجد الصفة القوية وهي صفة الثقة والإيمان واليقين. الطفل الصغير يتميز دائما أنه يصدق كل شيء، يصدق في براءته. هكذا زكريا الكاهن عندما استمع إلى بشرى الملاك، عندما يبشره، نجده صار صامتا مثلما كان رحم إليصابات صامتا، ومثلما كانت تبدو السماء كأنها صامتة، ولكن في الوقت المناسب أعطاهم الله الإبن أعظم مواليد النساء
يوحنا المعمدان اللي الكتاب تكلم عنه كثيرا، ونجد القديسة اليصابات تقول في عبارة قوية: الذي نظر إلي لينزع عاري من بين الناس. هكذا كانت اليصابات، التصديق والثقة واليقين. الصفة الثالثة التي نجدها في الأطفال هي صفة النقاوة. الطفل صفحة بيضاء يمتاز بالنقاوة الشديدة وبالطهارة، وهذه الصفة نجدها واضحة جدا في أمنا العذراء مريم التي تلقت بشارة الملاك، وكانت إجابتها على هذه البشارة تتميز بنقاوة بالغة. كيف لي يكون أن يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ وعندما يشرح لها الملاك: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك المولود منك هو قدوس ابن الله، نجدها في نقاوة وفي اتضاع. نجدها تقول: هوذا أنا أمة الرب ليكن لي كقبلك. هذه الصفة أيضا نجدها في الطفولة، العالم يحتاج إلى هذه الصفة الآن. الصفة الرابعة التي نجدها في حياة الأطفال أيضا صفة الفرح والتسبيح. زي ما كلنا نعرف أن الأطفال يحبوا الموسيقى، والأطفال يحبوا الأغاني، والأطفال يحبوا الترنيم. في قصص الميلاد نجد قصة الملائكة الذين ظهروا بفرح، وكانوا مثل جوقة كبيرة في هذا الغناء السمائي وهذه الكلمات: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسر. إنها عبارات قوية تمتلئ فرحا، ويوجد فيها الموسيقى. العالم يحتاج أن يتعلم الموسيقى، لأن الموسيقى هي الفن الرفيع جدا، وعندما يتعلم الإنسان الموسيقى يستطيع أن يطرد الخطية، لأن الموسيقى تجعل الإنسان مرهف الحس. الإنسان عندما يتعلم الموسيقى وعندما يعيش بفرح باستمرار بهذه الصورة، يجد أن الحياة أمامه حياة جميلة، ويمكن أن يتغلب على كل الصراعات. الصفة الخامسة التي نجدها في الطفولة هي صفة الحكمة. تقول لي: إزاي الحكمة؟ ده الحكمة بتاعت الكبار. أحيانا الأطفال الصغار في إجابتهم أو تصرفاتهم نجد حكمة بالغة تصدر منه، وربما حكمة الأطفال تساعد في حل مشكلات الكبار. الحكمة نجدها أيضا في أحداث الميلاد، نجدها في المجوس الحكماء الذين أتوا من المشرق لكيما يقدموا هداياهم الذهب واللبان والمر. هذه الصفات الخمسة هي صفات نراها في مرحلة الطفولة، تدعونا قصة الميلاد أن نعيش فيها، وبها نستطيع أن نواجه الصراعات التي تعم العالم وتنتشر في العالم. أنا سعيد أني أرسل لكم هذه الرسالة وهنئكم بهذا الفرح العظيم الذي يكون للجميع. ويزيد سعادتنا في هذا العيد أننا على أرض مصر مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نفتتح كنيسة جديدة في العاصمة الإدارية الجديدة التي تبنيها مصر. هذه العاصمة التي تبنى كمشروع ضخم جدا يضارع في مساحته مساحة دولة مثل سنغافورة، وهو مشروع ممتد ومشروع طموح للغاية. ولكن السيد الرئيس المصري في العام الماضي 2017 أعلن عن بدء إنشاء أكبر كنيسة وأكبر مسجد على أرض مصر في العاصمة الإدارية، وها نحن في هذا العيد نفتتح مع سيادة الرئيس وكل الأحباء في القوات المسلحة والهيئة الهندسية التي تبنت هذا المشروع، مع شركات البناء والمهندسين والفنيين والعمال، وهم بالمئات
نفتتح المرحلة الأولى من هذه الكاتدرائية التي نسميها كاتدرائية ميلاد المسيح. كل سنة وحضراتكم طيبين، تمنياتي وتهنئتي للجميع في كل كنائسنا عبر العالم كله، راجيا الصلاة دائما من أجل السلام ومن أجل أن تعم الحياة الهادئة كل أرجاء الأرض. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. جاب الإبن الرغوث لأن واحد أمين. قصة الميلاد هنتعلم منها ثلاث دروس. أول درس إن السيد المسيح نفسه اختار الزمان والمكان اللي تولد فيه. المسيح كان ممكن يتولد من أسرة غنية، كان ممكن يتولد في مكان فخم، ولكن هو ليه اختار اختيارات قليلة؟ يعني احنا عادة لما واحد يختار احسن حاجة تنزل في اوتيل، مدام عندك امكانيات انزل. هو كان عنده امكانيات ينزل في احسن حتة، ليه اختار اختيارات قليلة؟ على الاقل احنا نتعلم منها ان لما ربنا يختار لنا حاجة متواضعة ما نتذمرش وما نقولش ايه ده. لما ربنا مثلا يعني يختار لنا ضيقة مشكلة مش الاختيار اللي احنا كنا نفسنا فيه، نقول طب ما هو اختار لنفسه مكان بسيط، اختار لنفسه مزود ضعيف، ده اختار للعذراء انها تتبهدل بهدلة ويوسف النجار ياخدها ويروحوا علشان يكتبوا بيت لحم. يعني ما اختار لها، ما ريحهاش. اذا كانت العذراء ام واغلى الناس سمح لها بالضيقات دي، يبقى احنا لما نشترك معاه في الضيقات. ده الكلام اللي فهمه بولس الرسول، وقال لك انما نتالم معه نتمجد معه. هو مش المسيح ممجد جدا النهارده، بس هو تالم جدا جدا. فقال كويس قوي، افهموا بقى انكم كل ما هتتالموا معه من اي نوع هتتمجدوا معه. فنتعلم اول حاجه ان هو ما اختارش لنفسه احسن حاجه. تاني حاجه هو اختار التوقيت اللي يتجسد فيه. التوقيت اللي اتجسد فيه ده كانت مملكه روما مسكت العالم كله وعملت طرق، فجم الرسل بعد كده عشان يروحوا يبشروا المسيحيه انتشرت في وقت سريع جدا. ليه؟ لان الطرق كان فيه زمان، ما كان فيه طيارات ولا كان فيه مواصلات، ما كانش فيه طرق. فالمسيحيه انتشرت الميزه انتشروا في العالم كله، كان فيه طرق. هو اختار التوقيت ده، وده برضه يعلمنا ان احنا نختار التوقيت بتاع اي حاجه. او لما ربنا يتاخر علينا في طلباتنا نقول معلش اصل هو بيختار التوقيت. ساعات ياما بنطلب حاجات ويكون الاجابه مش لأ، يعني مش موافق، إنما حاضر بس مش دلوقتي. زي ما تقول لابنك يقول لك طلب، قول له حاضر بس مش النهارده ولا بكره، الأسبوع الجاي. فربنا بيعمل معانا الحكاية دي كتير قوي. زي ما هو اختار التوقيت المناسب واتضح فيما بعد إن ده كان أفضل توقيت جغرافيا وزمنيا ومن ناحية انتشار المسيحية. طب واختار توقيت حتى هيرودس كان موجود فيه، طب ما كان يتولد في المكان اللي فيه هيرودس، طب ما كان اختار حته امنه شويه. ربنا بيعلمنا ان لما يختار لنا اي حاجه نفرح باختياره معانا، لانه يسمح لنا بالاشتراك في الالم معاه. نتعلم برضو من الميلاد، قلت لكم مره في اختيار التوقيت حتى لما تيجي تكلم واحد نقي الوقت المناسب اللي تكلمه فيه. يعني في الام الشاطره بتبقى عارفه كويس ان ابوهم دلوقتي لو الولد طلب منه حاجه هيترفض الطلب، فتقول له ما تكلموش دلوقتي مش وقت مناسب. وبعدين تيجي كده تلاقي المزاج مظبوط تقول له يلا روح دلوقتي، يروح دلوقتي يقول له اوكي. زي مره وانا بوزع الاطباق في اخر القداس، وانتوا عارفين بقى الدنيا زحمه وكل واحد عمال يسلم، وواحد مسكني ودني الشمال عايز يشرح لي موضوع ياخد رايي. طبعا انا مش مركز في اليوم، ان هو نقى توقيت غلط. واهلا وسهلا كل سنه وانت طيب، وده عمال يحكي. وبعدين بقول له كويس، قال لي كويس ايه؟ ده مات. قلت له مات؟ لا ما دام مات يبقى مش كويس. فانت يعني بس حضرتك يعني استنى لما نخلص وبعدين نقعد افهم انت بتقول ايه. فاحيانا اختيار التوقيت عليه نجاح الموضوع او فشل. ولذلك نقي كل وقت هتعمل فيه كل حاجه. تاني حاجة نتعلمها من دروس الميلاد، المجوس دول لما راحوا، المجوس دول يعني راحوا ادوا بسخاء ذهب ولبن ومر. انتوا كمان اتعلموا تدوا بسخاء، مش تدوا كأن اللي بيقطع من جلده.
فاهمين يعني ايه؟ يعني مش تدي كده تمد ايدك تطلع 5 كورونا تقول ايه ده هو مفيش 2 كورونا؟ يعني بلاش البخل. المجوس علمونا انهم ذهب لبان مر يعني ادوا بسخاء. حتى المسيح لما جه علمنا عن العطاء بولس الرسول قال لنا ايه؟ المعطي حاصله بسخاء. اللي يدي يدي كتير مش بس على الفلوس، اللي بيدي اي حاجه. تيجي تدي ربنا وقت، ما كفايه نروح تروح الكنيسه يوم الاحد هنعمل ايه تاني؟ هتروح كمان يوم الثلاث الاجتماع ولا ناقص مش عارف كفايه. ما تيجي لما نروح ما كفايه ما تكتفيش. القديسين اللي عملهم قديسين انهم كانوا يدوا كتير لدرجه انهم ادوا ربنا كل حياتهم. هم ليه بقوا قديسين؟ ايه الفرق بيننا وبينهم؟ احنا بندي لربنا اهتمام ووقت وهم بيدوه، بس هم ادوا كل الوقت واحنا ادينا شويه كده قلنا كفايه كده. فنتعلم من احداث الميلاد، انا مش عايز اطول عليكم، اننا لما ندي ندي كتير. لما تدي ربنا اديه وقت كتير. لما تدي حد فرحه، حتى لما تتكلم مع حد كلمه شكر مش شكرا وخلاص، فرحه حتى بالشكر. في ناس كلامها حلو، شكرا كتر خيرك تعبناك صدقني ربنا يخليك، الكلام ده بيأثر فينا جدا. لما تدي ادي كويس، ما تبقاش يعني ايه يعني بتدي بالعافيه. هنتعلم درس اخير كمان عشان مش عايز اطول عليكم النهارده، ان المسيح جه يغير المفاهيم. بصوا بقى اول وعظه قالها المسيح مشهوره جدا اسمها العظه على الجبل، عارفينها؟ قال سمعتم ان زمان كانوا بيقولوا لكم ودلوقتي انا بقول، سمعتم انه قيل اما انا فاقول لكم. كل شويه يقول سمعتم انه قيل اما انا جاي اغير لكم بقى طريقه التفكير. كان زمان كفايه ان انت تصوم وتصلي وبس، وربنا عايز ايه تاني منك؟ قال لك لا، دلوقتي انا بقى عايز قلبك يبقى مع ربنا طول الوقت. هي مش حكايه ممارسات تعملها وخلصنا على كده، انا عايز اغير المفهوم. ربنا مش عايزك يعني زي مثلا زي الابن ما زي الاب ولا يقول لابنه مثلا انت عايز مني ايه؟ بشتغل وبديك فلوس وبصرف عليك، عايز ايه تاني؟ لا مش عايز كده. انت تشتغل وتديني فلوس وخلاص، انا عايزك انت، عايز محبتك انت، عايز حضنك انت، عايز ابوتك انت. جه ربنا يقول انا عايز اعلمكم ان العلاقه ما بيننا من بعد التجسد ومن بعد المسيح ما بقتش مجرد فروض تتم. بقت تقف كده تكلم ربنا من كل قلبك وتحس بابوه وان هو معاك وان هو سامعك حاسس بالامك. طوبى لانقياء القلب لانهم يعني انقياء القلب. جه ركز على القلب، كان زمان بركز على الممارسات، دلوقتي علمنا يحاسبنا على القلب. قال سمعتم انه قيل لا تقتل، انا بقول لك لا تغضب. ما هو الغضب ده نوع من القتل وفي تجريح وفي بتدمر واحد بالكلام، مش لازم تقتله قتل، انت ارتقاء بالوصيه. فجاء المسيح ليغير الوصيه. احنا نتعلم 3 دروس هتكتشف كده عشان النهارده عيد ومش عايز اطول عليكم بعد سماع كلمه سيدنا. ان اختار وقت مناسب وزمان مناسب، وده يعلمنا انه لما يختار لنا او يتاخر علينا يبقى خير وهو بيرتب للافضل. نتعلم ندي، لما ندي ندي بسخاء، ولما نغير مفاهيمنا ان مش الاكتفاء بالممارسات المهم القلب. كل سنه وانتم طيبين. يشرفنا سعاده السفير وسعاده القنصل النيابه عن مصر، وطبعا سمعتوا اتكلم سيدنا البابا عن العاصمه الاداريه الجديده. اشكركم. وسعاده السفير حابب عشان مده وجوده في السويد يعني انتهت، واحنا اسفين ان هي انتهت، ولكن حابب اعيد عليكم في التحيات. مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. أولا خلوني أأدي آخر مهمة رسمية، وهي أني أنقل لكم تهنئة السيد رئيس الجمهورية بعيد الميلاد المجيد وتمنياته لكل شعب مصر بالأمن والسلام. وهو يعد في برقيته بأن سنعمل جاهدين على استئصال كل جذور الإرهاب والفتنة من مصر، وده بتعاوننا كلنا مع بعض، لان مفيش حد لوحده يقدر يعملها. حتى لو معاه عصاية سيدنا موسى، ما كانش الشعب هو اللي هيقف، محدش هيقف معاه. كده اكون انهيت مهمتي رسميا بهذه الرسالة. وانا الحقيقة مش عارف اشكركم ازاي، لان وقفتكم معايا ربما انتوا ما تحسوهاش، بس انا اللي حسيتها في الـ4 سنين دي.
أنا إن كنت نجحت فده بفضلكم وبفضل كل المصريين في السويد، لأنكم دعمتوني وقدرت أقف وقفة قوية قصاد كل الجهات اللي كانت يعني واقفة ضد مصر، وحسستهم إن مصر ما هيش الدولة اللي هتهان وتسكت أو هتنتقد وتسكت، أو إنها الدولة الصغيرة القزم اللي هتاخد نصايح من دول عمرها 100 سنة أو 200 سنة. وأعتقد إن رسالتي وصلت واضحة تماما لهم، وده أنا بعتبره بمثابة نجاح. وأكرر تاني الفضل ليكوا مش ليا أنا. يعز عليا إني أقول إني ماشي، إنما هي كده وطبيعة وظيفتنا. أنا كل ما أتمناه إني أنا أكون ساعدت على قد ما قدرت، وإن يعني ما تكونوا زعلانين من السفارة أو من القنصلية، ونكون عملنا مهمتنا على قدر ما نستطيع. آخر حاجة هقولها، آخر حاجة هقولها عشان ما نطولش عليكم، أوصيكم خيرا بمصر. مصر فوق الجميع، ويجب أن تظل فوق الجميع قبل أي حاجة. إحنا بنتولد مصريين، إحنا ما بنختارش دين أو عقيدة، إحنا بنتولد نلاقي نفسنا على هذا الدين أو على هذه العقيدة، إنما إحنا مصريين أولا وأخيرا. لما نبص للشعوب التانية اللي بيحصل فيها، أنتوا قاعدين هنا كلكم مطمنين إن يوم السويد تغضب عليكم أو لا قدر الله يحصل أي مشكلة، ليكم بلد ترجعوا لها، إنما غيركم ملوش بلد ترجع لها. دي عظمة مصر، إن هي دايما موجودة، موجودة بشعبها، ولا نشعر بالأمن والأمان إلا لأنها موجودة. عدت عليها أزمات ومصايب كتير، وأظن كلنا عشنا وحضرنا أسوأ مصيبة أو مصيبة من المصايب، يعني زي ما بيقولوا ما دق على راس طبول قبل كده، وخلصنا منها في سنة وزحناهم ورميناهم في مزبلة التاريخ، والحمد لله أدينا بنواصل وبنكمل. لكن حبوا بلدكم وخلصوا ليها، هتفضل أحسن دولة في الدنيا. وشكرا جزيلا. الوحيد ربنا وإلهنا.
أجناد الملائكة يمجدونك بقائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسار. صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولي. Oh.
بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرسم، قفوا بخوف ورعدة وإلى الشر انظروا ننصت في شفاعة غالبة الإله القديسة مريم. يا رب انعم لنا بمغفرة خطايانا، نثبت لك أيها المسيح أبيك
وغير موصوف يقوى حكمتك، ليس شيء من النطق يستطيع أن يحد لك محبتك البشر. خلقتني إنسانا كمحب البشر، لم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي، بل أنا المحتاج إلى ربوبياتك. من أجل تعطفاتك الجزيلة كونتني إذ لم أكن، أقمت السماء لي سقفا، ثبت لي الأرض لأمشي عليها، من أجلي ألجمت البحر، من أجلي أظهرت طبيعة الحيوان، أخضعت كل شيء تحت قدمي، لم تدعني معوزا شيئا من أعمال كرامتك، أنت الذي جبلتني ووضعت يدك علي وكتبت في سورة سلطانك، وضعت في موهبة النور، فتحت لي الفردوس لأتنعم، أعطيتني علم معرفتك، أظهرت لي شجرة الحياة وعرفتني شوكة الموت، غرس واحد نهيتني أن آكل منه، هذا الذي قلت لي لا تأكل منه وحده، فأكلت بإرادتي، وتركت عني ناموسك برأيي، وتكاسلت عن وصاياك، أنا اختطفت لي قضيات الماء. لكن وضعت ذاتك وأخذت شيئا
شكل العهد باركت طبيعتي فيك أكملت ناموسك عني عرفتني القيامة من سخطي أعطيت إطلاقا لمن قبض عليهم في الجحيم أزلت لعنة الناموس أبطلت الخطية بالجسد عرفتني قوة سلطانك وهبت النظر للعمياء لخمت الموتى من القبور أقمت الطبيعة بالكلمة أظهرت لي تدبير تعطفك احتملت ظلم الأشرار بذلت زهرك بالسياط وخديك أهملت ومال بطني لأجلي يا سيدي لم ترد وجهك عن خزي البصار حتى إلى الصليب أظهرت عظم اهتمامك بي قتلت خطيئتي بقدرك أسقطت بكورتي إلى السماء ظهرت لي أعلان مجيئك هذا الذي تأتي في لتدين الأحياء والأموات وتعطي كل واحد كعماله الذي ارتقى فيما ولك من يسلم نفسه للموت عن حياة العالم Gracias.
الذي العهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثير يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري. هذا هو أيضا بالحقيقة Kyrka Herre, for varma
أكبر يا ربي أنا عارف موضوع أكبر بات الحفل في هذه السنة باركها فريم لانس لفت يولنس فلوكتير فلود ناس برد جراد ناس ارتنا وفلتس فيك سيد التور اكريستوس فور جود موبايل سينا دوم فلات فيك سافر اباس لانس فلوكم ناس مديك فلوك وهمدان كميسين سكوبل سيد انسما من دير يور او فلوتوس فلوراسي ان دير ورحام يا رب ورحام يا دبر حياتنا كما لتباركك ليسنا لصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل عمل اليتيم الغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن التي نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامك حين الحسنة تصنع معنا حسب صلاحك يا موقع طعاما لكل جسد املا قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن ايضا ندركم له الكفاء في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح يا رب والخلق ديس أبا موسى ويحنس
كما قس أبانا بالذي يرحم مصطفانا بيسوس القس أبانا برحمة بالشركة التلميذ وأبانا بشهور رئيس القاحري وأنضويس التلميذ الشيخ العظيم الأمين العيد والبركة والكسادس كل مصاص قديسيك هذا الذي بصلاة الموطن الباطن ارحمنا كلنا معاه أغفر لنا لاسمك القدوس الذي ضيع علينا القارئون فليقولوا أسباب البطارق القديسين الذين رقدوا الرب يريح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا يا رب بارك.
ذلك الزمان. الآن أيضا يا سيد أعطنا كل شعبك يا ضابط الكل الرب إلى هنا الجساد المقدس اثبت لجسدك
حرسنا الصالح على نور طويل عسكر تلميذه سيري روايه قديسان الرؤيا ماكسيموس ودوم مديوس والتسعة واربعين شيئا شوشيت والخلق ديس ألا موسى ويحنس كما أغطس أبانا قد يرقم مصابانا بيس زوز القس أبانا برقم أبي الشريف وكاد رفتميز وأبانا مشهور رئيس القاحري وأن بويس القميز الشيب عظيم مالين العيد والبارك والكسارس كل مصاف قديسي كاولا مدين بسولة الموطن باطن مرحمنا كلنا معاد أغفر لنا أجل اسمك القدوس الذي دعى علينا القارئون فليقولوا أسباب البطارق القديسين الذين رقدوا الرب يريح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا Thank you.
ذلك الزمان. الآن أيضا يا سيد أعطنا كل شعبك يا ضابط الكل الرب إلى هنا الجسد المقدس اثبت لجسدك What?
ساجدين قمت بخوف الله آمين. يرني قاسي من في يا رب اجتمعت إلى بيتها خلاص تحقق أنا ما روحك نازل بخوف الله آمين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب من أسرار المقدسة الطاهرة السمائية